بعطيك انا اسماء اما حديثه واما قديمه، اعطيني الاسماء المرادفه لهذه الاسماء. تعرف استبدلت كثير من البلدان اسماءها. لو اخذنا مثلا سيلان صار لها حوالي 3-4 اسماء، واضح؟ الان بعطيك انا خراسان، فرموزة، ساحل الذهب، ما هي الاسماء الحديثه لهذه المناطق او هذه البلاد؟ خراسان افغانستان. خراسان افغانستان. فرموزة هي تايوان او صين الوطنيه. سليم. ساحل. ساحل الذهب. لا ساحل الذهب. كينيا. ساحل الذهب كينيا. لا لا ساحل في افريقيا. هو على رحت على نيروبي كنك ولا على كينيا؟ ايوه واحدة في افريقيا. لا ساحل الذهب شو اسمها الان؟ اذا افغانستان خراسان وفرموزة تايوان وساحل الذهب غانا، وراحت على الاخ ابو لبن.